حياكم الله. مع قرب كل دورة انتخابية برلمانية تطفو إلى السطح مشكلات كثيرة. هنالك مواضيع يستغرب العراقيون منها، هنالك عزوف عن صناديق الاقتراع، وهنالك تشكيك وتزوير وصراع انتخابي، صراع سياسي على أرض الواقع. ولكن العراقيون مستغربون الجهات السياسية القبائلية والعشائرية، جميع هذه الجهات تستغرب من وجود مؤتمر يدعو إلى التطبيع مع إسرائيل. هنالك مؤتمر عقد للتطبيع مع إسرائيل، مؤتمر السلام والاسترداد. لماذا تطفو هكذا مواضيع قبل الانتخابات؟ هل هو تهيئة الجو وهنالك سياسة جديدة قادمة مع هذه الانتخابات؟ الجميع يرفض التطبيع مع إسرائيل فكرة وجملة وتفصيلة. الحكومة العراقية، الأحزاب المتواجدة في السلطة، الأحزاب الدينية، ونعلم جميعا بأنهم يرفضون هكذا أفكار. والحديث عن هذه الفكرة والتطبيع هو مرفوض منذ الأزل. اليوم مؤتمر علني يقام للتطبيع مع إسرائيل، يضم شخصيات من المجتمع العراقي، يضم فئات كثيرة المجتمع، ربما فئات سنية وشيعية مشاركة في هذا المؤتمر من عدة محافظات، من 6 محافظات عراقية. البعض أشار إلى أنها بالونة وأن هنالك دولة عربية مشاركة في زج هكذا قضايا وهكذا ملفات في داخل المجتمع العراقي لاختبار العراقيين. مع هذه الانتخابات ربما المواضيع كثيرة والاتجاهات كثيرة، وهنالك معطيات تشير إلى تغير السياسة الداخلية وأيضا إلى تغير في السياسة العربية والإقليمية. ننتظر في الأيام القادمة ماذا ستكون هذه العلاقات، وهل ستكون هنالك سياسة جديدة داخل الشرق الأوسط؟